من قناة السعودية أنتم تشاهدون برنامج الشارع السعودي. السلام عليكم. نبدأ حلقتنا هذه الليلة بما يرفع معنويات السعوديين ومحبيهم. لدينا رؤية عظيمة ونفاجأ يوما بعد يوم بأننا نحقق مستهدفاتنا بسرعة أكبر ونرفع سقف الطموح إلى مستهدفات أعلى. هذا جزء مما قاله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه في مقابلته مع قناة فوكس نيوز. قول وفعل. تنص رؤية 2030 على أن الثقافة لا غنى عنها لنوعية حياتنا. ما هو أثر الرؤية على الثقافة ومجالاتها في السعودية وتفاصيل أكثر مع ضيفنا عبر الهاتف الكاتب ومدير تحرير الشؤون الثقافية بصحيفة الرياض الأستاذ عبد الله الحسني. أستاذ عبد الله أهلا بك. يا هلا وسهلا حياكم الله. هلا وسهلا. رؤية 2030 ودنا نحكي عن دورها في الثقافة وأثرها. الحقيقة أنه رؤية 2030 دورها لا يقتصر على الثقافة فقط، وإنما هي انعكست على جميع مناحي الحياة وجميع الشؤون الوطن العزيز، من ناحية الشؤون الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. نعلم بأنه الرؤية هذه انعكست و يعني حدث لدينا حراك تاريخي مهم جدا فيما يخص الثقافة. كما تعلم بأنه وزارة الثقافة منذ إنشائها قبل 7 أعوام أو أكثر عام 2018 كانت جزء من التحول الوطني اللي شهدته المملكة، ووزارة الثقافة انطلقت استراتيجيتها من قاعدة صلبة على اعتبار أنه كما نعلم جميعا بأن المملكة ذات تنوع وذات عراقة وأرض يعني ضاربة الجذور في الفكر والثقافة والحضارة. شايف؟ ولذلك كان الرهان على مخزوننا من الثقافة ومن تراث، وأيضا على المثقف السعودي الذي يعتبر هو رأس مال ثقافي لا يعني مهم ورافعة ثقافية مهمة. ولذلك عملت الثقافة كما علمنا وكما شاهدنا بنهج تشاركي مع المبدعين، مع كل من له علاقة بالثقافة، استطاعت توظيف الموروث، استطاعت من خلال مجموعة برامج ومبادرات واستراتيجيات أن تجعل الثقافة كما أريد لها أن تكون ضمن جودة الحياة. كما الآن يعني لو أخذنا إحدى المبادرات العديدة، مبادرة مثلا الشريك الأدبي، هذا بمثابة يعني كأندية متعددة سواء في المدن الرئيسية أو في الأطراف، نجد المقاهي الآن أصبحت جزء من جودة الحياة، تقام صح. فيها محاضرات، تقام فيها تقديم يعني محاضرات فكرية ثقافية جسرت المسافة بين المثقفين المبدعين. وأعتقد أنه يعني الثقافة الآن صارت نمط حياة حقيقي فعلا يعني، وليس مجرد شعارات أو كلام. الشريك الأدبي عملنا عنه حلقة هنا في الشارع السعودي على فكرة أستاذ عبد الله، ووجد الشباب نفسه اللي شارك وجد نفسه جزء من منظومة الثقافة بهالمبادرة الذكية.
ودي انه نحكي عن الثقافه اليوم وانعكاسها علينا محليا واقليميا وعالميا. يعني امس كان عندنا الفلكلور السعودي والعرضه مسجله من 2015، فهذا بعد عالمي وساهم بالانتشار. انت ككاتب في صحيفه الرياض، كيف تقرا المشهد في هالثلاث زوايا؟ اعتقد انه 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 الاستراتيجيه التي عملت ويعني اثرها يعني واضح الان، كما تعلم بانه كثير من الحرف وكثير من المواقع التراثيه، كثير من المواقع التاريخيه في المملكه تم تسجيلها في منظمه اليونسكو كتراث عالمي، يعني وحتى على مستوى الاكلات، حتى على مستوى الازياء، صحيح، حتى على مستوى المنسوجات زي السدو مثلا، يعني أشياء كثيرة كانت جزء من هذا الانطلاق نحو العالمية. يعني موروثنا المحلي الغارق في المحلية سجل في 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 منظمات عالمية، دليل على العراقة ودليل على قيمة الثقافة في المملكة. وهذا أعتقد أنه جزء من أو ملمح من ملامح انتشار ثقافتنا ونحكي قصتنا يعني للعالم. المملكة كما تعلم يعني 13 منطقة، صحيح، بها مبدعين، بها تنوع تراثي جغرافي، بها من العادات، بها من الرقصات الشعبية، فيها من الفنون الأدائية، الأمثال الشعبية، يعني أشياء كثيرة لا تحصر. طيب، فأعتقد أنه طبيعي أنه تظهر للعالم وليس يعني على النطاق المحلي أو الإقليمي. الأستاذ عبد الله الحسني الكاتب ومدير تحرير الشؤون الثقافي في صحيفة الرياض كان معنا عبر الهاتف متحدثا عن جانب واحد من جوانب رؤية 2030 في تخصصه الثقافة. شكرا جزيلا لك. ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت، شعب طموح معظمه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها بعون الله. هذا الاقتباس لسمو ولي العهد حفظه الله. تقدمنا في تحقيق رؤية 2030 وإنجازاتنا هو بأيدينا وبدعم قيادتنا الرشيدة. رؤية 2030 بخطى ثابتة ومتجددة وعزيمة لا تلين تواصل تحقيق أهدافها. الله يحفظ المملكة. تشاهدون بعد الفاصل. قطع البصريات الليلة على طاولة الشارع السعودي. أهلا بكم في برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية. اليوم مع تطور التكنولوجيا والاستخدام اليومي للأجهزة، كانت عندنا حلقة قبل 3 أيام تكلمنا فيها عن الأطفال واستخدامهم
الأجهزة، وقلنا قاعدة 20-20-20 ارجعوا لها. أيضا كبار السن أصبحت العين والأمراض المرتبطة بها من أهم تحديات العصر، حيث في نسبة ذوي الإعاقة وصعوبات في المملكة العربية السعودية في تقرير هيئة الإحصاء تقدر بحوالي 6%، حوالي 1,350,000 شخص من إجمالي عدد السكان الذي يتجاوز 32 مليون حسب التعداد العام للسكان والمساكن عام 2022. وكانت نسبة الإعاقة البصرية المكفوفين حوالي 181,000 بحسب هذا التقرير الصادر في نفس السنة 22. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على الممارسات التي تحدث في القطاع ومستوى الرعاية الأولية للعين مع ضيف متخصص. قبل أن نبدأ شهادة التقرير ثم نعود. سوق النظارات في السعودية من المتوقع أن يصل حجمه في عام 2030 إلى حوالي 2.111 مليار دولار بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.38%، وذلك على مدى فترة التوقعات. أشار تقرير لشركة أبحاث عالمية بعنوان وجهات نظر مستقبلية إلى أن سوق صناعة النظارات في المملكة يشهد نمواً ملحوظاً في ظل زيادة الوعي بصحة العيون في المجتمع والحملات الإعلامية الحكومية والمنظمات الخيرية، وكذلك بسبب توسعة تغطية التأمين الصحي. أوضح التقرير أن 7.8% من سكان المملكة يعانون من ضعف البصر، و42% من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 40 عاماً فما فوق يعانون من مشاكل اعتام عدسة العين، و3.5% من السكان يعانون من ندبات القرنية. حذر أخصائيون من وجود نظارات شمسية مقلدة في الأسواق تتسبب في إصابة مستخدمها في أضرار جسيمة، وهي نظارات زهيدة الثمن. أوضح مجلس الضمان الصحي أن النظارة الطبية مغطاة كأحد المنافع في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، تغطي تكاليف النظارة الطبية بحد أقصى 400 ريال خلال مدة الوثيقة، مفيداً بأن تكاليف إجراءات وفحوصات التشخيص والعلاج لمشكلة النظر لا تدخل ضمن التغطية التأمينية. إبراهيم العنزي، القناة السعودية، الرياض. أرحب بمن انضم معنا في الاستوديو، الدكتور وليد الغامدي، استاذ البصرية الإكلينيكية المشارك ورئيس مجلس إدارة جمعية البصريات السعودية. دكتور وليد، اهلا وسهلا بك في الشارع السعودي. حياك الله، اهلا وسهلا. قبل ما نبدا في النظارات ونثقف الناس عن قطاع البصريات، نبغى نسمع عن جمعية البصريات السعودية، وش تعمل؟ جمعية السعودية للبصريات علوم الرؤية هي جمعية أهلية علمية تأسست في عام 2007 تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والآن مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي. هدف الجمعية الأساسي هي توفير التعليم الطبي المستمر والدعم المهني والعلمي للمتخصصين في البصريات، ولدينا الكثير من ورش العمل والمؤتمرات والملتقيات العلمية، وكذلك ملتقيات قطاع الأعمال، وكذلك مبادرات مجتمعية والتوعية الصحية في مجال صحة العين. لكم شراكات مع المستشفيات؟ عندنا شراكات متعددة، خصوصا مع الجمعيات الأخرى الأهلية الغير ربحية لتمكين العمل التطوعي. كذلك لدينا شراكات مع الجامعات بالأخص. هدفنا احنا اكثر يعني مهني علمي، فشراكاتنا اكثر مع الجهات اللي تدعم هذا المسار. القطاع البصريات يا دكتور وليد، انت كيف تقيمه في المملكه وايش يحتاج؟ طيب، قطاع البصريات في المملكه هو قطاع ضخم وحيوي، يعني من القطاعات اللي تنمو حسب كان في تقرير من غرفه الرياض انه ينمو سنويا 10%. وحجمه كم؟ في 2010 هذه الداتا الوحيده اللي عندنا انه كان تقريبا 2 مليار ريال سعودي، يعني لو هو ينمو 10% من 2010 لليوم نقدر نقول انه 6 مليار اليوم. في حسب برضو غرفة التجارية في جدة تقريبا 1500 ترخيص، أكثر من 6000 منفذ البيع النظارات. طبعا ليش السبب في جدة فقط؟ لا لا، في المملكة. ليش السبب أنه عندنا هذا العدد الكبير؟ هو 6000 شوي، 6000 كبير، عدد كبير يعني أعداد محل النظارات في المملكة 6000 بس حسب التقرير. لكن يعني مثلا في كندا، بلد مثل مساحة أكبر مساحة المملكة وأكثر سكانا، عندهم فقط 2500.
يعني 6000 يعتبر عدد معقول على حسب يعني تناسبه مع الاحتياج. هو عدد كبير طبعا يعني ممكن عدد الصيدليات هو اللي أضخم العدد الضخم، لكن اعتقد انه عدد يعني يعتبر كبير ومعدل النمو مرتفع. طبعا 6000 هذه كانت 2018، ممكن حاليا العدد ازداد. السبب انه في احتياج كبير لخدمات قطاع البصريات. في دراسة قاموها في منطقة الرياض وجدوا أن تقريبا 70% من السعوديين يحتاج لنظارة، عنده شيء احنا نسميه خطأ انكساري اللي يسبب ضعف الإبصار اللي يعالج بالنظارة. طبعا مو 70% يلبسون نظارات، لكن تقريبا أقل من نصفهم يعني يلبسون نظارات ويحتاجونها بشكل فعلي. فبرأيي قطاع البصريات يحتاج تطوير، في جزء منه كبير تطور يعني ذاتيا، وجزء يحتاج رقابة أو دعم حتى يتطور بشكل أكبر. أعتقد الهدف الأسمى هنا يفترض يكون أنه كيف إحنا ممكن نقدم خدمات أولية استباقية لصحة العين من خلال هذا القطاع. هذا الموديل أو النموذج موجود عالميا، موجود في بريطانيا، في أمريكا، في أستراليا، لأنه عندنا خصوصا حنا دكتور البصريات السعودي المؤهل واللي يعمل بشكل كبير الآن في القطاع البصريات الخاص أنه يقوم بهذا الدور إذا تم تمكينه. كذلك نحتاج رقابة أقوى للمراكز اللي لفت نظري الرقابة. تقول يحتاج رقابة ليه؟ في فئة كبيرة من هذه المراكز ما هي مرخصة، يعني استخدمت ثغرة موجودة هو ترخيص محل بيع نظارات شمسية، ويمارس تقريبا كامل صلاحيات مراكز النظارات، يفحص نظر ويسوي كل شيء، خصوصا في المحافظات الأقل سكانا يعني الرقابة فيها ممكن تكون أقل من المدن. وش ممكن مضاعفات هذا الشيء وتأثيره؟ هذا يعتبر يعني أول شيء هو مرتفع التستر التجاري في الغالب في المراكز هذه. أنت ما تعرف من يفحصك، ما تعرف نوع العدسات اللي تلبسها، ما تعرف الفحص سليم، ما تعرف العدسات اللاصقة اللي موجودة مثلا واللي هي أكثر مثلا خطورة وين مصدرها. فيعني واجب أعتقد أنه يتم مراجعة إصدار هذه التراخيص، لأن استخدم أحيانا كثغرة أنه يبدأ وبعدين يعني من الغريب أنه الشؤون الصحية أو وزارة الصحة ما تتخلفهم لأنهم خارج نطاق المراكز اللي تشرف عليها وزارة الصحة، لأنه ما أخذ ترخيص من بلدية. كان في فئة كذلك من اللي يراقب عليهم؟ من البلديات. فأحيانا يعني للأمانة يعني تواصلنا احنا مع وزارة الصحة وكان يعني مبادرين، ما في الأسلوب الوحيد أنه إحنا نسوي حملات مشتركة مع البلديات، لكن هو يعتقد من الأولى أنه مثلا يعاد دراسة هذا الترخيص لأنه دائما يستخدمه بشكل كبير. الأمر المهم أنه كثير من هذه البضائع اللي هي المقلدة يعني ممكن تدخل محل من هذه المحلات تجد فيها يعني أسماء معروفة يعني ماركات عالمية بأسعار يعني ما هي معقولة، فهو يعني مقلدة يعني. والآن أتوقع مع يعني الحقوق الملكية الفكرية اللي المملكة الآن يعني متسيدة فيها، فيفترض أنه يتم يعني أنه يدخلون على الخط. أي بالضبط. طيب اللي يلبس نظارة مقلدة ويشوفها في هالمحلات يعني أي ماركة عالمية يشتريها بمبلغ زهيد، تأثر على عينه؟ الإطار نفسه ما يأثر. الإطار طبعا هو اختيار شخصي. لا، العدسة. العدسة تأثر. العدسة هي تصنع بجودة معينة، ممكن أول ما تأخذ العدسة تتشابه إلى حد ما، لكن في الحقيقة أنها تتغير. غير أنه أنت ما تقدر تتأكد إذا أنت فحصك تم تطبيقه بشكل مناسب العدسة في المراكز من نوع هذا. فالافضل انك تروح مراكز البصريات المعتمده وهي طبعا منتشره في كل مكان يعني. طيب خلنا نكسب خير انا وياك في اعين الناس واقول يعني المواطن او المواطنه اللي يدخل مثل هالاماكن اللي يسيئون استخدام ترخيص محل بيع النظارات. انت قلت انه يطلع محل بيع نظارات شمسيه ويمارس الامور البصريات الطبيه وممكن يدخل في مضاعفات. وش يسأل المواطن؟ يعني يحق له اليوم أنه يقول ورني التصريح، لأنه عيني في النهاية يعني هذا أغلى ما أملك عيوني. ما هو التصريح اللي ممكن المواطن يسأل عنه؟ بالفعل هذا يمكن خطوة ذكية أنك تسأل عن التصريح. دائما هذه المراكز تحاول أنها يعني ما تخلي العيادة ظاهرة،
تخليها مثلا في ممر خلف المحل لانه عشان يتفادون المخالفات. فاذا شفتوا قاعد مثلا وداك مكان خارج المركز وفي الغالب هذا محل مخالف. اوكي هذه واحده من العلامات. العلامه الثانيه هي طبعا هم لهم احيانا تجمعات تلقاها مراكز ورا بعض، احيانا السعر ممكن يكون مغري ويكون هو يعني عامل رئيسي، لكن انه سعر في الحقيقه النظارات ما يعني ما ممكن انت تستخدمها لفتره طويله، الجوده منخفضه للعدسه وللاطار، يعني في الغالب راح يتغير لونه في اسابيع قليله. لون العدسه ممكن تلاحظها احيانا في بعض الناس اللي ياخذ من هذه المراكز يتغير الى الاصفر، ما فيها طبقات الحمايه خصوصا في النظارات الشمسيه، هذه يعني ضروره كبيره انه يكون فيها طبقات حمايه فوق بنفسجيه. العدسات اللاصقه احيانا يكون هناك يعني مجهوله المصدر، انت تخشى انك تلبس العدسه اللاصقه ملاصقه للقرنيه تلبسها بشكل مباشر، هذه ممكن تسبب مضاعفات لا سمح الله، يعني تؤثر على يعني البصر بشكل كبير، قد تؤدي الى الاعاقه البصريه الدائمه. طيب لو يدخل المواطن ولا المواطنه او المقيمين لهذه المحلات ويشوف ممارسه زي هذه، عنده رقمين يتصل عليه 1900 وزارة التجارة عشان الغش التستر الكذا وهم يشوفون شغلهم، و 940 اللي هو الأمانة. صحيح، أعتقد أنه هذا طبعا يعني يعتبر واجب وطني أنه الشخص يبلغ عن هذه النوع من الممارسات الخاطئة، لأنها قد ما تأثر عليك لك راح تأثر على غيرك. معناته حجم السوق اللي أنت قلت عليه اللي هو 6000 محل حسب ال 6000 منفذ بيع، كان 2010 مليارين والحين ممكن نمو 10% يعني تقريبا 5 مليار. نعم يعني في غش كبير. لا مو في غش، في نمو، لانه في نمو سكاني. لا في غش بنسبه كبيره في مثل هالمحلات خصوصا في المناطق النائيه. بالضبط، اعتقد وزاره الصحه حاولت، لانه كان في السابق لهم ترخيص في وزاره الصحه، فوزارة الصحة أوقفت هذا التراخيص كي يسمونها فئة جيم، اللي هي يعني ما تحتاج أنك يكون في دكتور بصريات في المركز، ممكن أنت يعني تفتح المركز من خلال فني من أي مكان في العالم وتبدأ شغل. لكن أعتقد وزارة الصحة يعني راجعت هذه التراخيص وأوقفتها، موجودة بعضها الآن يعني ما تم معالجة وضعها، لكن ما عاد في جديد منها، فاستغلت ثغرة اللي هي وجود تراخيص خاصة بالنظارات الشمسية ويمارسون فيه كامل الأعمال ويساء استخدامه. نعم. طيب خلنا نروح للمحور الأهم اللي هي الرعاية الأولية للعين. صحيح، واحد الآن ما هو محتاج للنظارات وعنده عمر طويل، الله يحينه وياك حياة طيبة، كيف يحافظ عليها؟ طيب ممتاز، أنا ودي يعني أشير نقطة، عندنا الحمد لله في المملكة يعني أحدث نظام صحي في مجال العيون، يعني متقدم بشكل كبير، وما فيها ما في كلام إنه عندنا أفضل الكفاءات البشرية وأفضل المنشآت الطبية. الإشكالية الرئيسية عندنا فقط إنه إحنا نهتم بالعلاج أكثر من الوقاية في مجال صحة العين. مشكلة أمراض العيون أغلبها أمراض صامتة ما يكون لها أعراض، فتبدأ بأعراض بسيطة ما ينتبه لها الشخص إلا بعد يعني فترة من تقدم المرض، وبعض هذه الأمراض ما لها علاج، لها يعني كل الإجراءات الطبية اللي تصير هي فقط لإيقاف تقدم المرض. أعطيك مثال، في مرض اسمه الماء الأزرق أو الجلوكوما، هذا مرض يعني في دراسة أشارت أنه ممكن يصيب حتى 5% من السعوديين فوق 40 سنة. هذا المرض يؤثر على العصب البصري ويعني يتميز بارتفاع ضغط العين، ويبدا الشخص يفقد المجال البصري من الاطراف، ما يعني يشعر به الا بعد يفقد الا 30% من النظر، فيبدا التدخل الان فقط لانه نحافظ على المتبقي. الحل انه يكون في الفحوصات الاستباقيه، الفحوصات الاستباقيه حسب التجربه العالميه المفروض أنها تكون في مراكز البصريات تحت إشراف دكتور البصريات. ليش؟ أنت فوق 40 دائما تحتاج إيش؟ تحتاج نظارات قراءة. فصل نظارات قراءة يعني في مثلا في أمريكا وأستراليا يعني قانونيا لازم تشوف ضغط العين وتشوف الشبكية لكل مريض فوق 40 سنة عشان تتأكد إنه ما عنده أي بوادر
لأمراض مزمنة للحين. إذا مكننا دكتور البصريات خصوصا السعودي اللي احنا واثقين من تأهيله في هذا المجال، أنا متأكد أنه راح يخفض من الـ يعني من أعداد المصابين بالعمى والإعاقة البصرية. 80% من الأسباب العمى ممكن تفاديها حسب منظمة الصحة العالمية. نقدر نخفض حتى القيمة التأمينية. يعني أنا دائما يعني أستغرب من اللائحة الموحدة، أنت ذكرتها في المقدمة، إنها تحاول يعني تقلص من اللائحة من التغطية في مراكز البصريات، وكذلك لا تشمل أي من خدمات دكتور البصريات السعودي، دكتور البصريات في مراكز البصريات. يعني هو فقط يشمل نظارة طبية، مع إنه في احتياجات أكثر بكثير من نظارة طبية ممكن تقدم في هذه المراكز. هذا نموذج عالمي مطبق في عديد من الدول، أثبت نجاحه في أكثر من يعني مسار، خصوصا لبرامج مكافحة العمى والإعاقة البصرية. ممتاز، خلنا نأخذ فاصل ونرجع نكمل الحوار الشيق مع ثاني أعقد عضو في جسم الإنسان بعد الدماغ وهو العين. صحيح، تتفق معي؟ نعم. فاصل نكمل بعد ما تبقى من برنامج الشارع السعودي، فابقوا معنا. أهلا بكم وأهلا بمن انضم إلينا الآن. أنتم تشاهدون قناة السعودية، برنامج الشارع السعودي. نتحدث عن حلقة مهمة جدا وموضوع العيون، أغلى ما تملك في جسمك كل أعضائك، لكن العين هي مقدمة الوجه. قال الأطباء عنها أنها ثاني أعقد عضو في جسم الإنسان بعد الدماغ. أرحب بالدكتور وليد الغامدي، أستاذ البصريات الإكلينيكية المشارك ورئيس مجلس إدارة جمعية البصريات السعودية. حياك الله دكتور. حياك الله الدكتور. الله يسلمه، قال معلومات مرة مهمة عن قطاع البصريات، لكن إذا بنطلع بهيدلاين من هذه الحلقة فهو أنه 80% من أسباب العمى ممكن تفاديها إذا إيش يا دكتور؟ إذا كان في كشف مبكر، وإذا كان في تدخل استباقي وتدخل ورعاية أولية مناسبة. اكشفوا على عيونكم وترى كل أطباء العيون يقولون يجب أن تذهب إلى الطبيب كل 6 شهور مرة، إذا ما كانت أقل. ف 80% ممكن تفاديها. ممكن تتفادي 80%. خلنا نروح قبل ما أفتح معك التأمين وعدم تغطية النظارات والتلاعب اللي فيه، ودنا نرسل رسالة للوالدين عن أطفالهم. وأنا محكيك أول واحد. يعني كيف نحافظ على عيون أطفالنا من الأولاد والبنات وهم متسمرين عند الشاشات؟ هذا والله موضوع مهم، والسبب الرئيسي أنه يعني خصوصا للباحثين أقيمت كثير من الأبحاث في المملكة، في الرياض، في القصيم، في المدينة المنورة، في الأحساء، جميعها تطلع يعني بنفس تقريبا النتيجة، 1 من كل 5 أطفال في السعودية عنده أخطاء انكسارية لتسبب ضعف الأبصار، وأقل من 20% يرتدون النظارة الطبية. الإشكالية الرئيسية أنه النظارة الطبية للأطفال إذا كان خطأ انكساري شوي عالي تسبب شيء اسمه كسل العين وظيفي. كسل العين وظيفي يعني العين ما تتطور بشكل كامل أنها تشوف بالطريقة الطبيعية. هذا لا يمكن علاجه بشكل فعال بعد العمر 8 سنوات، يعني لازم يكون في المراحل الأولية للطفل هو عمره 4 و5 و6 سنوات عشان نتأكد أنه ما عنده أي أخطاء إنكسارية. أعتقد أنه في قصور كثير في مواضيع اللي هي الفحص المدرسي للأطفال، خصوصا فحص البصر يبدو أنه غير فعال بشكل كبير، لأنه يعني مهما كانت الدراسات ومهما تباعدت يبدو النتيجة واحدة. فهذا أعتقد أنها ممكن كذلك، أعتقد أنه ممكن القطاع الخاص في البصريات ومحنة النظارات مع وجود الدكتور البصريات السعودي انه يلعب دور كبير، انه ممكن يحال مثلا من 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 وزاره الصحه او من هذه المراكز الى المتخصصين في هذه المراكز للفحص الاولي. اللي صاير الان انه اغلب الفحوصات الاوليه تكون في المراكز الرعايه الاوليه، وقليل جدا مراكز الرعايه الاوليه اللي فيها دكتور بصريات، اعتقد ما يتجاوز يمكن 5 في المملكه، لكن مراكز البصريات موجوده في كل مكان. كم نسبة، إذا عندك نسبة طبعا، السعوديين في هذا القطاع؟
نسبة السعوديين في ازدياد. آخر إحصائية جتنا صراحة قديمة شوي من 2019 إنه في 1900 دكتور بصريات سعودي مرخص. عندنا فقط جامعتين في السعودية تخرج الكفاءات من برامج دكتور بصريات في الملك سعود في الرياض وجامعة القصيم، والآن في جامعة جدة يعني بدأت القبول. يتخرج تقريبا سنويا 100 دكتور بصريات، لا زال في يعني العدد يحتاج زيادة، خصوصا في مناطق المملكة واسعة وفي نمو سكاني، فالكفاءات البشرية موجودة. طيب ناخذ الاستطلاع وبرجع للسؤال اللي قلت لك عليه اللي هو التأمين وغطم عدم تغطيته للنظارات. عندنا استطلاع سألنا الناس كيف تشوف أسعار محلات البصريات تحديدا النظارات وش اللي ينقصها. أسعار متفاوتة غالبا، وأشوف أنه في ارتفاع يعني بشكل مو طبيعي. يعني أنا طالب يعني بتخفيض الأسعار، يعني خاصة أن الآن النظارات صارت مهمة في اللبس، يعني مرات تكون مش أصلية فتضر العين، مرات أصلية وسعرها مرتفع، ما في بعض الزبائن ما عنده استطاعة أنه يأخذها. بالنسبة لأسعار النظارات عندنا خاصة إذا كان في تأمين يأخذون غير التأمين دبل ضعف السعر. أسعار النظارات مبالغ فيها جدا، والجودة أغلبها تكون يعني مو كويسة. يعني مثلا بشتري نظارة ب1000-1500 أبغى بلقى تجارية نفسها بالضبط، لكن جودة مقاربة لها. أشوف أنها أسعار غير متناول الجميع، يعني أسعار فيها تضخم بالسعر وشيء أوفر. يعني بعض من الناس غير قادر أن يقص نظارة أو يلبس نظارة. الحقيقة أنها مبالغة جدا حتى لو كانت جودتها سيئة. أسعار النظارات مبالغ فيها ولا هي متقاربة مع السوق، خاصة في المولات أغلى من الأسواق اللي برا. دائما المخرج كذا. أهلا بكم من جديد في الشارع السعودي. دكتور، التأمين وعدم تغطيته للنظارات، ودنا نحكي عن هذا السوق. طبعا موضوع التأمين موضوع معقد، وجميع أطراف ممكن عندهم إشكالية معينة فيه. تقريبا في يمكن نهاية 2022 كان في تغير بسيط، ألغوا الوثيقة الموحدة للضمان الصحي التأمين لأي شخص فوق 14 سنة، وأعتقد أنه هذا ما كان خطوة يعني مناسبة، لأنه مثل ما يعني هذا التقرير في كثير يعتقد أن النظارات أسعارها مرتفعة، والنظارات الطبية ما هي يعني شيء تجميلي أو هي ضرورة للكثير من الأشخاص، ما حيقدر يمارس حياته الطبيعية ويقود السيارة أو في التعليم وفي غيرها بدون نظارات طبية. هي يعني بالفعل للأطفال هي حاجة علاجية ملحة، لكن كذلك البالغين هي حاجة يعني مهمة. ومثل ما يعني نسب المصابين بالأخطاء الكسرية مثل ذكرنا 70%، أعتقد أنه يحتاج إعادة نظر. كذلك يحتاج إعادة نظر أنه الخدمات التأمينية لازم تشمل فحوصات ضغط العين كبار السن، فحوصات الفحص الشبكية، فحوصات الحالات الخاصة مثل القرنين المخروطية، هذه من الأمراض المنتشرة في المملكة. يعني في دراسة ذكرت أنها أعلى نسبة في العالم في المملكة، ودور دكتور البصريات يعني كبير فيه. القرنين المخروطية يتم علاجها بالعدسات الصلبة العلاجية، تشبه العدسات اللاصقة لينة لكنها صلبة. هذه مكلفة، هذه يعني تصل قيمتها تبدأ يعني العدسة الواحدة ب 800 ريال، غير مشمولة في التأمين. في كثير من الحالات ما لا يمكن علاجها إلا بعدسات لاصقة حتى اللينة المعروفة، بينما فيه عيادات ثانية يقول لك تبيض الأسنان يدخل ضمن التأمين. وترى كنا نحكي قبل تأسيس هيئة التأمين، الآن في هيئة التأمين إن شاء الله أنها تعيد النظر بإذن الله في هذا الجانب. ليش يسألك كذا بدخل محل نظارات يقول بتدفع كاش ولا شبك ولا تأمين؟ أعتقد هذا هو يعرف لأنه أعتقد التأمين يختلف. فأنت مثلا تأمينك فئة مرتفعة فعندك تغطية تأمينية عالية، فيمكن يوجهك إلى يعني قسم في النظارات في أسعارها يعني إذا تغطية تأمينية أقل فهو يعرف. يعني في أمراض أنت قلت
أمراض حتى مؤدية للعمى، واحد من الأمراض اللي كمان غير مشمولة بالتأمين اللي هو مرض القرنية المخروطية. صحيح. يعني هذا مرض ومع نعم. ذلك مش مشمول في طبعا هو غير مشمول العدسات الصلبة، يعني هو كفحص مثلا إذا راح مستشفى متخصص في العيون ممكن يشملون الفحوصات، لكن العلاج الرئيسي لمرض القرنية المخروطية هو العدسات الصلبة، تمكنهم من الرؤية إلى نظر يوصل 6/6 اللي هو النظر الطبيعي. النظر الطبيعي ما تخدمهم بشكل كبير، كذلك العمليات يعني ما يسوونها إلا في حالات معقدة ونتائجها دائما ما هي بجودة العدسات الصلبة. عندنا المصابين بالإعاقة البصرية والمعينات البصرية، عندهم معينات بصرية خاصة، هذه كذلك يعني ما هي داخلة في التغطية التأمينية. الأمر آخر، في كثير رواد أعمال سعوديين يكون دكتور بصريات وعنده مركز ومتكامل ويعني ومشتغل عليه بشكل جيد، شركات التأمين ما يعني ترفض التعامل مع أصحاب اللي يكون عنده مركز واحد. هذه أعتقد أنها يعني يفترض أن هيئة التأمين إن شاء الله يعني تدعم رواد الأعمال السعوديين اللي يعملون في مراكزهم، أنه شركات التأمين، لأن هي شركات كون شخص مؤمن هذا يضمن يعني حصة سوقية جيدة. الاعتبارات اللي ناخذها إذا بنشتري نظارة شمسية؟ طبعا نظارة شمسية صح أنها ممكن دائما تأخذ أنها يعني شيء للفاشن والموضة وغيره، لكن هي في الحقيقة ضرورة صحية. إحنا عندنا نسبة إشعاع الأشعة الفوق البنفسجية صادرة من الشمس مرتفعة، وأشعة البنفسجية الفوق البنفسجية في الحقيقة أنها تأثر على العين بشكل كبير، تأثر على سطح العين وتأثر على العدسة الداخلية في العين، تسبب إذا تأثرت تسبب شيء اسمه الماء الأبيض، تأثر حتى على الشبكية. فأنا أنصح أحد يلبس نظارة شمسية فيها الحماية، في الحقيقة يعني أحفظه من كثير من مضاعفات التعرض للشمس بشكل كبير. أهم شيء عند شراء النظارة الشمسية أنا أعتقد التوصية أنك تشتريها مركز بصريات يعني محتمل. ليش؟ لأنه مثل ما ذكرنا هذه المراكز مثلا المخالفة أو من السوبر ماركت إحنا ما نعرف مصدرها، وممكن يكتب عليها وأنه فيها حماية لكن ما يكون فيها حماية، بعضها تصنع مواد رخيصة جدا في أجهزة في هذه المراكز البصريات يمكن يكشف ويعرف أن هذه ما فيها حماية. المشكلة أنا أفضل أنك ما تلبس نظارة شمسية على أنك تلبس مغشوشة. مغشوشة صح. لأنك إذا لبست المغشوش وش يصير؟ حدقة العين تتسع وتدخل أنت أشعة ضارة داخل عينك أكثر من أنك لو ما لبستها. أوكي يعني هذه معلومة مرة مهمة. لا تلبس نظارة إلا أنت متأكد أنه الحماية من الأشعة الفوق البنفسجية صح يعني. والمعلومة هذه يأخذها من المراكز المعتمدة. المراكز المعروفة المعتمدة مرخصة، لأنه هذا عشان يستورد أو يأخذ بيكون عنده ترخيص من هيئة الغذاء والدواء. ف يعني شبه المؤكد ان فيها حمايه. طيب ايش المفاهيم الخاطئه اللي ارتبطت بلبس النظاره؟ طبعا في مفاهيم خاطئه انك تلبس نظاره ممكن ينقص نظرك زود او تتعود عليها. تتعود عليها انت لانك انت يعني عندك نظر افضل، فاذا صار النظر يعني افضل فتلبس نظاره انت اكثر، وهذا يعني من المفاهيم الخاطئه. في مفاهيم سببها بعض الممارسات الخاطئه، انه في نظارات حفظ نظر للكمبيوتر، هذه كلها ما لها أي فائدة صراحة حقيقية للكمبيوتر، أو اللي تمنع مثلا أشعة الزرقاء اللي صادرة من أجهزة الكمبيوتر أو من الجوال. يعني هذا كله ما فيه؟ هذا ما لك كله يعني أدوات تسويق في الحقيقة، أنها ما لها فائدة. يعني الأبحاث اللي نظرت في كل هذه العدسات وكل هذه الممارسات في الحقيقة أنها ما لها أي فائدة. الألوان اللي نشوفها بدأوا يستعرون الأشعة كذا، الأشعة كذا، أشعة الكمبيوتر، أي هذه في الحقيقة ما لها فائدة. لكن في أحيان تشوف مثل الطلاء أو طبقة حماية تشوفها انعكاس من النظارة لونه أزرق أو أخضر، هذه في الحقيقة مفيدة في رفع جودة العدسة، أنك تشوف العدسة بشكل أوضح، هي جيدة. لكن اللي إذا قالك هي حماية من الكمبيوتر أو حماية من الضوء الأزرق، فهو في الحقيقة أنها ما لها أي إثبات علمي أن لها فائدة حقيقية. طيب اللي يلبس نظارة ومقاسها غير مناسب؟ بالنسبة للأطفال خطير، لأنه إذا كان عنده ضعف نظر كبير وممكن يسبب يعني مضاعفات، يأثر على في إحنا نسميه النظر يعني نظر المزدوج اللي هو ثلاثي الأبعاد، ويسبب ممكن كسل العين وظيفي إذا كان عنده إنه ما يتحسن. لكن بالنسبة للبالغين اللي يعني تكونت عينه بشكل كبير ما يأثر على العين إنه يسبب مشاكل، لكن يمكن يسبب صداع، إرهاق، يأثر على جودة النظر عندك. في التقرير اللي الاستطلاع اللي قبل شوي الناس يقولون الأسعار
تكلموا عن الاختلاف الأسعار محلات البصريات مبالغ فيها يتعذر بالعلامة التجارية البراند. يعني تلخيص هنا قدامي أغلبهم أسعار 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 أسعار. كمتخصص وكرئيس جمعية أنت تتفق أم تختلف؟ أنا أعتقد أنه السوق بلاكس فيه تنوع بشكل جيد. ممكن أن المقابلة كانت في الأسواق التجارية دائما تكون المراكز اللي تبيع نظارات أغلى، لكن في الحقيقة أنه لا، في تنوع جيد صراحة في قطاع البصريات، في من يعني الأسعار المخفضة، والسعر المخفض ما يعني أن الجودة منخفضة، يعني أحيانا يكون سعر منخفض وجودة ممتازة، وكذلك العدسات الطبية. وفي طبعا ينطبق على العدسات ما ينطبق على النظارة كمان. إيه، لكن إذا 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 نظرنا للعدسة، العدسة فيها مواصفات كثير، فحسب أنت واختياراتك. شخص كبير في السن يحتاج عدسة يقدر تشوف فيها القريب والبعيد، هذه عدسة معقدة، في العادة أنها سعرها أعلى وسعرها مرتفع بشكل أكبر. إذا نظرك يعني ضف نظر بسيط، العدسة تكون أرخص. العدسات اللي عندك مقاسات عالية تحتاج عدسات من نوع خاص، هذه سعرها يكون مرتفع. فأتوقع تفاوت في الأسعار موجود، وأتوقع أنه يعني صحي، والأسعار أعتقد أنها مقبولة بشكل كبير. طيب، في فئة مهمة جدا وهم النساء، ما تكلمنا عنهم، اللي هي العدسات تجميلية، عدسات مثلا طبية، عدسات وش تنصح أي سيدة تبغى تلبس عدسة؟ طيب، العدسات اللاصقة بشكل عام يعني الطبي الزينة والطبية هي آمنة، أجروا لها عليها دراسات كثير خلال اللاصقة. اللاصقة عدسات آمنة. معنى اللاصقة؟ اللاصقة أي عدسات تلبسها وتلامس عينك، هي يعني تعريف هيئة الغذاء والدواء، هي جهاز طبي. الجهاز الطبي هذا زي أي جهاز طبي أو أي مستحضر دوائي، إذا استخدمته خطأ فأنت راح تأثر على عينك بشكل كبير. والممارسات الخاطئة في العدسات اللاصقة طبعا مهولة بالمملكة، يعني كثير من الدراسات وجدت أنه يعني عدد يمكن يتجاوز 50%، خصوصا اللي يستخدمها فقط للزينة. دائما اللي عنده مثلا مشاكل في الإبصار بس للنظر يكون ملتزم أكثر. عدد كبير منهم يعني في ممارسات خاطئة، وهذه الممارسات بعضها قد يؤدي إلى فقدان البصر. أهم هذه الممارسات أنا في نظري اللي هي استخدام الماء في تنظيف العدسات. العدسات لازم تنظف أو تتعقم بمحلولها الخاص. الماء يسبب انتشار ميكروب، هذا الميكروب يعني يسبب تآكل في القرنية، وعلاجه صعب ومعقد جدا، ويعني ممكن ما يعني لا يمكن علاجه بشكل كامل. هذا هذه إشكالية، إنه إذا عملت أي استفتاء تلقى في عدد يستخدم المياه في التنظيف. استخدام عدسات لفترات طويلة، تكون عدسة يومية تستخدمها أسبوعين وثلاثة، عدسة شهرية تستخدمها في 6 شهور. هذه كذلك العدسات ما هي مصنعة بعضها أنها تتحمل هذا التغيير. استخدام تبادل العدسات بين الأشخاص هذا خطير جدا، يعني أنت تنقل البكتيريا والميكروبز اللي موجودة في عين شخص إلى عينك، حتى لو بعد التنظيف. عدم تغيير علبة العدسات والمحلول هذه لازم، أنت كل ما تغير عدسة لازم المحلول تفرغ العدسة وتنظف العلبة وتحط محلول جديد. هذا مزرعة بكتيريا، لو بقيت المحلول السابق حتى لو حطيت عدسة جديدة فأنت قاعد أخذت البكتيريا السابقة، فهي آمنة، خيار ممتاز للكثير من الأشخاص اللي ما يرغب ارتداء النظارات إذا التزمت بالتعاليم الصحية. فيها غش؟ فيها غش. حسب قوانين أو لوائح وزارة الصحة يفترض أنه العدسات اللاصقة لا تباع إلا في مركز البصريات. ليش؟ لأنه مركز البصريات يا دكتور بصريات بيشوف عينك قبل ما تلبس العدسة، يقول عينك تناسب العدسات، عينك ما تناسب العدسات، يعطيك قبل ما يعطيك العدسة يعطيك كيف تستخدم العدسة، وش المحلول تأخذه من العدسة، متى تغير العدسة. اللي صاير الحين يشترونها من المشغل، يشترونها من مراكز التخفيضات، يشترونها من أنا شفتها في المطار وشفتها في الطيارة. فأعتقد هذه لا يعني يجب أن ينعمل لها كنترول بشكل جيد، وهي مفروض أنها ترتبط حقيقة، وهذا ممارسة عالمية الوصفة الطبية. العدسة اللاصقة إذا ساء استخدامها أنت ممكن تفقد نظرك، فالأفضل أنها ترتبط بوصفة طبية في مراكز البصريات. طيب، إيش الخدمات التأهيل البصري للمصابين بإعاقة بصرية؟ طبعا ذكرت أنت إحصائية جميلة في عن في بخصوص المصابين بالإعاقة البصرية.
في 2017 ذكروا في نفس هذه الإحصائية ذكروا 46% أعلى نسبة إعاقة في المملكة هي العاقة البصرية حسب ما ذكر في ذاك التقرير. لا يوجد أي مراكز متخصصة في حقيقة للتأهيل البصري، المتخصصين في التأهيل البصري عددهم قليل جدا في المملكة، لا يتجاوز يمكن 10 أشخاص. لا يوجد 10 أشخاص؟ أعتقد ما يتجاوز هذا العدد إذا مو أقل، عددهم قليل جدا. ف المين؟ المتخصصين في التأهيل البصري، هم في الغالب هم يكون دكتور بصريات وعنده يعني دورات أو عنده ماجستير في التأهيل البصري، عددهم قليل جدا. وأعتقد أنه ممكن هذه يعني رسالة مثلا لوزارة الصحة ولا أنه التوسع في هذا المجال. عدد المصابين بالإعاقة البصرية مرتفع في المملكة، إذا 46% من جميع الإعاقات، أعتقد أنه في يجب أن يكون في مراعاة للفئة الكبيرة هذه من المصابين. أعتقد التأمين الطبي لازم أن يجب أن يكون أن يشمل هذه الفئات من المجتمع. أعتقد أنه كذلك يعني تمكين المتخصصين في هذا المجال يمكن هو يكون السر في نجاح التأهيل في المصابين بالإعاقة البصرية. طيب إذا قلت إنه المؤهلين 10 أشخاص صح؟ مو مؤهلين، اللي يمارسون هذا العمل. كيف نوسعه؟ طبعاً اللي يمارسون هذا العمل ممكن هو الإشكالية إنهم موجودين فقط يعني في المراكز التخصصية، يعني مثلاً ملكات تخصص العيون أو مستشفى العيون اللي بجدة. اللي صاير علاقة بالتأهيل. اللي لهم علاقة بالتأهيل ذوي الإعاقة البصرية. اللي صاير إنه وهذا حصل، أنا يعني شفت حالة في يعني سعودي عنده خبرة في هذا المجال ويرغب يفتح مركز تأهيل ذوي الإعاقة البصرية، لم يسمح له لأنه الترخيص اللي يمنح للدكتور البصريات السعودي يسمح فقط يفتح مركز بصريات، بس التأهيل لا. التأهيل لا. طيب في 30 ثانية بماذا تحب أن تخدم دكتور وليد؟ أعتقد أنه يعني الرسالة المهمة هو أنه الرعاية الأولية للعين هي أعتقد ما ينقصنا الآن في المملكة للحصول على رعاية صحية شاملة للعين. تمكين الرعاية الأولية ممكن يكون عن طريق القطاع العام، وزارة الصحة، مراكز الصحية الأولية، ويكون كذلك في القطاع الخاص، وهذا ممارسة عالمية معمول بها وممكن تخفض نسب الإعاقة والعامة في المملكة بشكل كبير. طيب حلقة مهمة، لذلك اسمعوا ملخص هذه الحلقة اللي قالها الدكتور وليد. في محلات تسيء استخدام ترخيص محل بيع النظارات، انتبهوا منهم، ويفتح نظارات شمسية ثم يمارس الطب وهذا ممكن يأثر على عينك. مرض العين مرض صامت ما تحس فيه، يعني مش زي الزكمة دقيقتين وانت تحس فيه، هو مرض صامت ممكن تروح للمستشفى يقول لك والله ما نقدر نعالجك، فكل 6 شهور لازم انت وأطفالك تروحون عند دكتور. 80% من أسباب العمى ممكن تفاديها إذا كشفت مبكرا حتى القيمة التأمينية تقل. النظارات المغشوشة أيضا هذه خطر على عيونكم. الأطفال قبل 8 سنوات لازم تكشفون عليهم لأنه ممكن يجيهم كسل العين وممكن ما يتعالج، إذا قلت غلط صح لي يا دكتور. والعدسات اللي يلبسونها النساء لازم من محل متخصص، مهب من مشغل أو من أماكن، عشان تحافظون على العين اللي يقول الأطباء أنه ثاني أعقد عضو في جسم الإنسان بعد الدماغ. شكرا دكتور وليد الغامدي أستاذ البصريات الإكلينيكية المشارك ورئيس مجلس إدارة جمعية البصريات السعودية، شكرا لك، شكرا لإثرائك هذه الحلقة في الشارع السعودي. شكرا على استضافتك. شكرا. لا تذهبوا بعيدا، فاصل نكمل بعد ما تبقى برنامج الشارع السعودي، فابقوا معنا. بيض الله وجهك. وش في خاطرك الآن نتابع؟ والله بخاطري أني طولة العمر السلامة أني أمن مستقبلي وأتوظف الوظيفة اللي أبغى وأكون مستقبلي بنفسي. بخاطري والله أني من أكبر أساعد الناس وأبي أسافر البلد جديدين وأشوف الثقافة حقهم. أخش في نادي. أنا صراحة بخاطري يعني لما أكبر ولما أكبر أتخرج أول حاجة خاطرنا أروح جامعة بترول المعادن، جامعة الملك فهد بترول المعادن. ثاني حاجة أصير زي عمي، أصير محامي وأدخل في قضايا وحل قضايا وهذا، وإني أطلع مثلا شخص بريء وكذا. ممكن ميك أب أو سكين كير لأن أبجهز للعيد وكذا. ودي أشوف كوستان عشان أحبه. خاطري أسافر بس؟ إيه
صراحة أنا بخاطري أسدد مخالفاتي كلها وأسافر خارج المملكة. والله صراحة خاطري يعني الحين سيارة، على هالوضع الحالي سيارة على الدوام وكذا، فالواحد لازم يحتاج سيارة يروح ويجي. بخاطري أكون رئيس شركة كبيرة. بخاطري والله أفتح مشروع و يعني أسافر أماكن كثيرة. اللي بخاطري إن ما نعيش حاليا عهد تطور وازدهار والحمد لله ورغد في العيش، أن نحافظ عليه. أفتح بيت بإذن الله وأكون بزنس مان. والله بخاطري أني أنتقل من مدينة الدمام إلى حائل، حيث أكون بقريب من عند أسرتي وعند أبنائي. هذه أمنية وإن شاء الله أنها تحقق بإذن الله تعالى. طبعا أنا معلم، يعني خدمت تقريبا 22 سنة. والله في خاطري أشياء كثيرة صدق، يعني منها أولها أني أتزوج، منها أني ألقى لي الوظيفة اللي تناسبني، يعني أسوي لي مشروع مثل أي واحد شاب يستمتع بالحياة. إن كتبتم لنا رأيكم أو نقدكم فسنأخذه في الاعتبار. حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي دائما تنتظركم، فمنكم نستفيد ونتعلم. وفريق الشارع السعودي بقيادة نور ربدي رئيس تحرير البرنامج دائما هنا من أجلكم. شكرا لهلال الوثيلة منتج هذه الحلقة ومخرجها بدر العنزي. كونوا بخير.